السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سارة نصر الدين مع قناتي التعليمية SNS Geography. لو عايز تدخل على قناتي عشان تستفيد منها ومن دروس الجغرافيا الموجودة فيها، هتدخل على اليوتيوب وتكتب في السيرش SNS Geography، هتطلع القناة. بعد كده هندخل على البلاي ليست عشان اقدر اتصفح العام الدراسي الخاص بي. هتلاقي فيه بلاي ليست للصف الاول الثانوي وفي كل فيديوهات الصف الاول الثانوي سواء كان شرح او اسئله، وكذلك هتوجد فيه اسئله الامتحان. هتلاقي البلاي ليست الثاني الصف الثاني الثانوي والبلاي ليست الثالث الصف الثالث الثانوي. ان شاء الله هنحل النهارده اسئله الدرس الاول في بكتاب باستخدام كتاب الامتحان. هنعمل ازاي بقى؟ هنبدأ هديكو، هقرأ السؤال وبعد كده هديلكم 5 ثواني مهلة تجاوبوا فيها. هتمسك ورقة وقلم، الورقة دي هتوضح كم سؤال انت عرفت تجاوب عليه صح. لو لقيت ان عدد الاسئلة اللي معرفتش تجاوبها صح يبقى معنى كده، او جاوبت عليها غلط يبقى معنى كده ان احنا محتاجين نراجع على الدرس مرة تانية، وبالتالي هترجع لفيديو الشرح مرة تانية. هنبدأ دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بأسئلة اختر الإجابة الصحيحة. 1. يعتبر سن الدول للقوانين التي تحرم قطع الأشجار أحد المتطلبات التنموية. ألف السياسية، ب الاقتصادية، ج الاجتماعية، د البيئية. معك 5 ثواني. تمام، الإجابة د. أنا دلوقتي بعمل قوانين معينة، القوانين دي عشان ما أقطعش الأشجار، الأشجار اللي بتساعد على إن البيئة تبقى نظيفة لأنها بتدينا الأكسجين وبتمتص ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون هو اللي بيلوث البيئة. فلما أنا أعمل قوانين عشان ما أخليهمش يقطعوا الأشجار كتير، إيه اللي يحصل؟ فأنا كده بحافظ على البيئة، فدي من المتطلبات التنموية البيئية. 2. يعد ضمان الاستفادة من مصادر الطاقة غير المتجددة دون استنزافها من أهداف التنمية. ألف المستدامة، ب البشرية، ج الاجتماعية، د الاقتصادية. معكم 5 ثواني. تمام، الإجابة ألف. أنا عايزة أستخدم الطاقة واستفيد منها دون استنزافها، من غير ما أخلصها كلها، زي فكرة البترول، ما يبقاش عندي احتياطي من البترول مثلا عدد كبير أو كذا برميل واروح مستخدماه كله، فيجي الأطفال اللي هم أول ما يجوا يكبروا ما يلاقوش بترول، فلازم إن أنا ما استنزفهاش. فده اسمها إيه؟ اسمها التنمية المستدامة. 3. الحد من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يمثل أحد المتطلبات التنموية. ألف الاقتصادية، ب الاجتماعية، ج السياسية، د البيئية. معاكم 5 ثواني. تمام، الإجابة د. أنا دلوقتي عايزة أقلل من الاستخدام المفرط للتكنولوجي، يبقى أنا عايز أحافظ على إيه؟ أنا لما أقلل من الحاجة دي أو أقلل أي سؤال يكون فيه إن أنا مصرفش في الأنف، يبقى قصده إن أنا حافظ على البيئة. تمام؟ 4. إنشاء المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركات والمصانع الكبرى في مصر يحقق مبدأ. تمام؟ الشمولية، التكامل، المساواة، الاستدامة. معاكم 5 ثواني. تمام، الإجابة ب التكامل. بصوا هنا، المدارس الثانوية الفنية زي ما اتفقنا وزي ما شرحت لكم في التركات، إن لما يكون في مصلحة يبقى بندخل في التكامل،
مدرسة الثانوية أنا بعملها دي مخصوص عشان تطلع للشركات، عشان الشركات والمصانع تستفيد بيها، يبقى هترجع لي بفايدة، يبقى في الحالة دي إيه؟ تكامل. 5. ظهرت أهمية المتطلبات البيئية مع ظهور مفهوم التنمية. ألف الاقتصادية، ب المستدامة، جيم البشرية، دال الاجتماعية. معاكم 5 ثواني. تمام، الإجابة ب المستدامة. بصوا دلوقتي المتطلبات البيئية ظهرت امتى؟ انا دلوقتي فكرة التنمية المستدامة بتعتمد على اني احافظ على البيئة، استخدم الموارد اللي عندي واحافظ عليها بحيث ان هي ما تنفس، لا تنفذ، وبالتالي فانا لما احافظ على البيئة دي يبقى ده نوع من انواع التنمية المستدامة. تقديم مصر المهندسين المتخصصين لإنشاء السدود على نهر النيل إلى دول المنبع للحفاظ على المياه دليل واضح على أن مصر تمتلك المتطلبات التنموية. ألف البيئية، ب السياسية، جيم الاقتصادية، دال الاجتماعية. معاكم 5 ثواني. الإجابة جيم الاقتصادية. مصر بتقدم مهندسين، المهندسين دول بيروحوا يشتغلوا على نهر النيل. ليه؟ مش ده مورد؟ المية دي مش مورد؟ المية دلوقتي بقت أغلى حتى من البترول، فبالتالي هترجع لي بالنفع ولا لأ؟ مش أنا كده بستثمر في مورد طبيعي؟ فبالتالي هي الاقتصادية. تسعى الدولة لتحسين صحة الطلاب داخل المدارس، وبذلك يتحقق مبدأ الشمولية، التكامل، الاستدامة، الاستمرارية. 5 ثواني. والإجابة ب التكامل. الدولة دلوقتي لما بتحسن صحة الطالب، تمام؟ فالطالب ده لما صحته هتبقى كويسة هيدرس كويس، ولما يدرس كويس هيرجع عليا بإيه؟ هيرجع عليا بإنه هيقدر لما يكبر يشتغل كويس، ويقدر يعني أنا كأني بستثمر فيه، وإحنا اتفقنا أدم هستنفع منه بحاجة يبقى ده إيه؟ التكامل. 8. تبنت خطة التنمية المصرية المفهوم التنموي الحديث الذي يقوم على مبدأ مساهمة أطياف المجتمع المختلفة في جهود التنمية، تحقق العبارة السابقة مبدأ إيه؟ الشمولية، التكامل، الاستدامة، الاستمرارية. 5 ثواني. والإجابة ألف الشمولية. بصوا هنا، خطة التنمية المصرية في مفهوم التنمية الحديث اللي بيكون على مبدأ إيه؟ أطياف المجتمع. أول ما أشوف كلمة أطياف المجتمع يعني أنا بتكلم في تعاون ما بين كل جوانب المجتمع، يبقى إيه؟ شمولية. 9. يعد رفع مستوى دخل الأسرة أحد أهداف التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، البشرية، علم الاقتصاد. معاكم 5 ثواني. الإجابة جيم التنمية البشرية. أنا دلوقتي لما أرفع مستوى دخل الأسرة، مستوى دخل الأسرة ده يعني هيبقى معاه فلوس، يعني هيقدر يهتم بصحته كويس، يعني هيقدر يشتغل كويس، يعني أنا بنمي بشر، فأنا بعمل هنا تنمية بشرية ليها دعوة بالشخص ده. 10. اتجهت السياسات الحكومية في مصر نحو التوسع في زراعة المحاصيل الغذائية، وهو ما يمثل مجال تنمية الموارد البيئية، التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية. 5 ثواني. والإجابة جيم التنمية الاقتصادية. الدولة لما بدأت تهتم بالزراعة كمورد طبيعي، كمورد بشري عفوا، فأنا اهتميت بيه، فلما اهتم بيه هيرجع لي بفايدة،
فأنا بعمل تنمية اقتصادية لأنها يزود لي الدخل القومي. تمام؟ 11. الحرص على استخراج البترول لاستثماره اقتصاديا من منطقة خليج السويس دون الإضرار بالحياة البحرية يمثل مبدأ الشمولية، الاستدامة، التكامل، المشاركة. 5 ثواني. والإجابة ب، الاستدامة. أنا دلوقتي هستخرج البترول وفي نفس الوقت مش هضر الحياة البيئية، يعني هحافظ على البيئة، وأدم هحافظ على البيئة وفي نفس الوقت مش بس هحافظ على البيئة، لأ ده أنا هخلي لما ههتم بإن أنا أخد البترول فالحياة البيئية هتبقى موجودة للمراحل الحاضر والمستقبل، هيبقى فيه ثروة سمكية موجودة للحاضر والمستقبل، وبالتالي فهي هتبقى إيه؟ استدامة. على طول بنقول إيه؟ الاستدامة. 12. تعمل الدولة على الاهتمام بالتعليم الفني والزراعي لتحقيق مبدأ الشمولية، الاستمرارية، التكامل، الاستدامة. 5 ثواني. والإجابة ج، التكامل. دلوقتي الدولة لما تهتم بالتعليم الفني والزراعي مش ده هيرجع عليها بإن هي هيحصل فيه تطور اقتصادي وبالتالي هيجي لها مصلحة ولا لأ؟ وقدم هيجي لها مصلحة يبقى على طول نقول التكامل. 13. وجود وعي لدى الأفراد بأهمية الحفاظ على الموارد من المتطلبات التنموية السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، البيئية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية. 5 ثواني. والإجابة ب، الاجتماعية والبيئية. تعالوا نشوف ليه. أنا دلوقتي لما يكون في وعي عند الأفراد مش ده من الجوانب الاجتماعية إن هو يحافظ على الموارد، من يبقى الوعي نفسه ده اجتماعي. طيب لما حافظ على الموارد، مش لما حافظ على الموارد أول ما اسمع الحفاظ على الموارد يبقى بتكلم عن إيه؟ برافو عليكم، عن البيئة. يبقى أنا هنا بتكلم عن الجوانب الاجتماعية والبيئية. 14. أي مما يلي يصنف كمتطلب تنموي اقتصادي لدولة ما: تمتعها بعلاقات جيدة مع دول العالم، انخفاض معدلات الجريمة، وجود حياة نيابية سليمة، وجود كوادر مؤهلة في جميع المجالات. 5 ثواني. والإجابة د، وجود كوادر مؤهلة في جميع المجالات. أنا دلوقتي عايزة تنمية اقتصادية وبالتالي لازم يكون عندي عمال في كل المجالات، كوادر مهنية يقدروا يشتغلوا كويس، وبالتالي هيرجع لي بزيادة الاقتصاد، بزيادة الدخل القومي، ومنها لتطور وتقدم الاقتصاد بتاع الدولة. لكن علاقات الدولة ده سياسي، انخفاض معدلات الجريمة ده اجتماعي، وجود حياة نيابية سليمة ده ايه؟ برافو عليكم، سياسي. 15. تشير الصورة المقابلة إلى إحدى المتطلبات التنموية المفقودة، وهي المتطلبات إيه؟ المتطلب التنموي المفقود في الصورة دي: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية. معاكم 5 ثواني. والإجابة ب، الاقتصادية. تعالوا نشوف ليه السبب. هنا بنشايفين طريق مقصر، وبالتالي الاقتصاد المورد، الاهتمام بالمنطقة دي بالمجال ده هل موجود من ناحية السياسية؟ هل ده ليه دعوة بالناحية السياسية؟ لا. هل ليه دعوة بالاجتماعية، الحياة الاجتماعية بتاع الناس؟ لا. البيئية؟ لا. ولكن الاقتصادية بتاع الدولة، لو دولة هتلاقيها قوية ونموها الاقتصادي كويس هتلاقي الطرق بتاعها كويسة جدا، وبالتالي المتطلب التنموي المفقود هنا هو المتطلب التنموي الاقتصادي. 16. الاتجاه إلى استخدام خامات جديدة لتصنيع الطوب مع تجريم صناعته من طمي النيل يدل على تحقيق المتطلبات التنموية الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية والبيئية، السياسية والاقتصادية، البيئية والسياسية. 5 ثواني. والإجابة ب، الاقتصادية والبيئية. تعالوا نشوف ليه. أنا دلوقتي هستخدم خامات جديدة وصنع منها الطوب، يبقى ده في مجال إيه؟
اقتصاد، هستعمل صناعة يبقى اقتصاد على طول. مع تجريم صناعاته من طمي النيل، ما تستخدموش من طمي النيل عشان عايز احافظ على البيئة، يبقى هعمل ايه هنا؟ جانب ايه؟ برافو عليك، متطلب تنموي بيئي، يبقى اقتصادية وبيئية. 17. استحداث أنواع جديدة من القمح والأرز، أحد اهتمامات مجال تنمية الموارد البيئية، التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، والتنمية المجتمعية. معاكم 5 ثواني. والإجابة جيم، التنمية الاقتصادية. ليه؟ فاكرين التنمية الاقتصادية ان انا ببدأ استحدث واعمل منتجات، بابدع في الانتاجات واعمل منتجات جديدة. فانا عندي القمح والرز هعمل فيهم استحداث انواع جديدة، ايه ده؟ يبقى بالتالي تنمية اقتصادية. 18. التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية الخاصة لإيجاد فرص عمل للشباب، يمثل أحد مبادئ التنمية وهي الشمولية، التكامل، الاستمرارية، الاستدامة. معاكم 5 ثواني. والإجابة ألف، الشمولية. تعالوا كده نركز مع بعض، وزارة وجمعية خيرية الاثنين هيتعاونوا مع بعض عشان يجيبوا فرص عمل للشباب. هنا بقى، هل في عائد من ورا ده للدولة مثلا؟ عائد القصد لما مثلا محمد وأحمد بيساعدوا بعض، فبيساعدوا بعض في الآخر، محمد هيساعد أحمد عشان هيستفيد منه، وأحمد هيساعد محمد عشان هيستفيد منه، في ساعتها هيرجع له العائد على طول. فأول ما يعمل العلاقة دي فبنسميها تكامل. الشمولية، اتنين بيتعاونوا مع بعض عشان يحققوا هدف، زي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الخيرية، لما الاتنين يتعاونوا مع بعض وعملوا شمولية ما بينهم عشان يوجدوا فرص عمل للشباب، فبالتالي ده ايه؟ شمولية. يبقى التكامل شوية أناني، بيقول أنا هستفيد، هعمل لك حاجة يبقى في المقابل هستفيد، هعلم الأولاد بس هعلمهم فني عشان يرجعوا لي في الآخر مدربين ويشتغلوا في مصنعي. فهمتوا الفكرة؟ تمثل رفع كفاءة الفرد في استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد مجالات جغرافية التنمية، وهي التنمية الاجتماعية، تنمية الموارد البيئية، التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية. 5 ثواني يا شباب. والإجابة د، التنمية البشرية. أنا برفع كفاءة الفرد، يبقى بشتغل على مين؟ على البشر، يبقى تنمية بشرية. استخدام بدائل المعادن يحقق أحد أهداف التنمية، الاجتماعية، الاقتصادية، المستدامة، البشرية. 5 ثواني. والإجابة ج، المستدامة. تعالوا كده نركز مع بعض، بديل للمعادن يحقق أحد أهداف التنمية. بصوا كده ركزوا معي، أنا دلوقتي لو خلصت كل الحديد اللي موجود عندي، هل هيفضل للمستقبل حاجة؟ لا. ولكن لما استخدم حديد وبدائل لي في الحالة دي، هقدر أحافظ على المعدن الحديد إن هو يفضل موجود لفترات لمستقبل كبير، وبالتالي هنا التنمية المستدامة هي الصح. 21. تمثل الصورة التي أمامك أحد المنتجعات السياحية التي شجعت الدولة على بنائها في سيناء بعد انتهاء حرب 73 وعقد اتفاقية السلام، مما يعني أن أكثر المتطلبات التنموية التي كانت تفقدها المنطقة هي المتطلبات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية. 5 ثواني. والإجابة ألف، السياسية. هو هنا اتكلم عن نقطة مهمة جدا، بيقول لك بعد الحرب، يبقى إيه اللي كان بيفقده قبل ما يقدر يحصل سلام؟ كان بيفقد السلام، كان بيفقد، كانت في مشكلة من ناحية السياسة.
فبالتالي ده متطلب سياسي اللي كان مفقود في الفترة دي. أول ما انتهت الحرب قدر إن هو يتطور. تمام؟ ركز في الحتة دي، قال بعد انتهاء الحرب، النقطة دي مهمة. 22، لتحقيق التنمية الزراعية يجب تدريب المزارعين على الأساليب الحديثة والاهتمام ببرامج محو الأمية مما يحقق مبدأ الشمولية الفردية الاستدامة التكامل. 5 ثواني. والإجابة د التكامل. أنا دلوقتي عايزة أعمل تنمية زراعية، فهنمي مين؟ المزارعين. هنمي المزارعين فهيرجع لي بفايدة، أنا هستفيد عشان يجوا يشتغلوا عندي، فبالتالي ومحو الأمية. طيب بالتالي ده اسمه ايه؟ قلنا مين الأناني شوية ده اللي بيحب مصلحته؟ التكامل. 23، الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها من المتطلبات التنموية السياسية الاقتصادية البيئية الاجتماعية. ومعاكم 5 ثواني. والإجابة جيم، البيئية. أنا هستخدم مصادر الطاقة بطريقة مثلى، يعني مش هعمل إهدار ليها، وبالتالي أنا بحافظ على البيئة، يبقى الإجابة التنمية البيئية. يحقق توفير التأمين الصحي لموظفي المصانع والشركات أحد مبادئ التنمية، وهو الشمولية التكامل الاستدامة الفردية. معاكم 5 ثواني. والإجابة ب التكامل. تعالوا كده نركز مع بعض. أنا هعمل تأمين صحي للموظفين وفي اللي موجودين في المصانع والشركات عشان أحافظ على صحتهم، فبالتالي هيرجع لي بعائد عشان هيشتغل عندي بصحة وبقوة أفضل، وبالتالي هينتج لي أفضل. يبقى أنا أناني أهو وعملت حاجة اسمها التكامل. 25، الاهتمام بتحقيق عدالة التوزيع بين الأفراد يتمثل في مفهوم التنمية البشرية الاقتصادية المستدامة البيئية. معنا 5 ثواني. والإجابة ب الاقتصادية. شوفوا هنا أنا ما بتكلمش عن إن أنا بحسن معيشة الأفراد، ما بتكلمش على الأشخاص نفسهم، لأ أنا بعمل الفكرة الرئيسية هنا إن أنا عدالة التوزيع، توزيع العائد الاقتصادي، عدالة التوزيع الموارد بين الأفراد وهكذا. فأنا بتكلم عن الفكرة الأساسية عدالة التوزيع، وبالتالي بيهتم بالتنمية الاقتصادية. 26، حدوث تغير في طبيعة الغلاف الغازي لكوكب الأرض أحد نتائج الاهتمام بمفهوم التنمية البشرية البيئية الاقتصادية المستدامة. 5 ثواني. والإجابة ج الاقتصادية. تمام، تغير في طبيعة الغلاف الغازي لكوكب الأرض أحد نتائج الاهتمام بمفهوم التنمية. شوفوا هنا بقى لعبة جميلة جدا، هو عايز يضحك عليك. انت أول ما تشوف الغلاف الغازي هتقول على طول إيه؟ بيئية. لكن هنا قال لك أحد نتائج الاهتمام هي نتيجة لأنهم اهتموا بتنمية إيه؟ التنمية الاقتصادية. فأوعى يضحك عليك مرة تانية. هنا بقى الأسئلة المقالية، نركز. 2، توقع الآثار الناتجة عن اهتمام الدولة بتنمية قدرات الأفراد في القطاعات المختلفة. في الأسئلة المقالية يا شباب هديلكم 10 ثواني تبدأ من دلوقتي. والإجابة يحقق ذلك زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي. الدولة بتهتم بتنمية قدرات الأفراد في كل المجالات. ليه؟ لأن لما بتنمي قدراتهم هيزودوا الإنتاج،
وبالتالي هيزودوا الدخل القومي فهيرجع لها في الآخر. ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة رفاهية الأفراد، مستوى معيشة بتاع الناس هيبقى عالي وبالتالي هيكونوا متقدمين من نواحي كتير، هتلاقيهم يستخدموا أجهزة متقدمة وهكذا. فعرفتوا الدولة هنا لما بتنمي قدرات الأفراد فده هيرجع لها. ما رأيك في مصداقية العبارة الآتية؟ بصوا يا شباب، في أغلب الأسئلة المقالية بترجع لك انت، بس الفكرة كلها ان انت بتربط ما بين الأفكار اللي موجودة جوه السؤال واللي انت خدته في الدرس، تمام؟ فمش معنى ان انا بقولك ما رأيك هو المفروض ان هو ما يكونش فيه إجابة رتم واحد، لا، المفروض ان انت من فهمك بتبدأ تجاوب. بس انا اللي جايبه لكم هو الاجابه النموذجيه من كتاب الامتحان، تمام؟ يلا معاكم 10 ثواني. والاجابه بصوا، اصبحت الجغرافيا علم لا غنى عنه لاي اقليم يسعى للتغلب على مشكلاته. ده صح ولا لا؟ طبعا صح. فاكرين لما كنا بنقول ان جغرافي بيهتم بيبقى عارف ايه هي مميزات الاقليم سواء كانت طبيعية او بشرية، وبيقدر يوضح ايه المشكلات اللي فيه والحلول؟ فبالتالي العبارة صح. ليه بقى؟ من الصعب اقامة اي مشروع تنموي بدون دراسة الخصائص الجغرافية، زي ما انا لسه قايلة الجغرافي عارف الخصائص الجغرافية للاقليم، وبالتالي فاحنا محتاجينه عشان نقدر ندرس هذا الاقليم ونعمل له تنمية. من حيث الظروف الطبيعية والبشرية، هو عارف المعلومات دي والعلاقة بين الموارد، بين الظروف الطبيعية والبشرية وكمان الموارد وإمكانات. ليه بقى؟ عشان يحدد متطلبات التنمية له، مما يعطي صورة واضحة لمتخذ القرار. زي ما اتفقنا قبل كده، الجغرافي عشان يجوا يبني مصنع بيرجعوا ليه بيقولوا له ايه نظام المنطقة دي والارض دي، هيقول في الرياح ماشي ازاي، الارض دي تصلح للبنى عليها ولا لا، فيبدأ يوضح معلوماته ويديها لمتخذ القرار. متخذ القرار يقول اه على اساس كلامه هينفع ابني المصنع ولا لا، فهو اللي ياخد قرار ببناء المصنع ام لا. 4، في ضوء دراستك لمجالات جغرافية التنمية، حدد المجال الذي تعبر عنه كل صورة مما يأتي. معنا 5 ثواني. تمام، والإجابة بصوا معايا كده، هنلاقي هنا في ناس بندربهم تدريب كوادر بشرية، يبقى ده تنمية ايه؟ بشرية. هنا انا بنمي الموارد البيئية، ان انا بستخدمها، بستخدم الموارد البيئية اللي موجودة عندي وبحافظ عليها، يبقى ده ايه؟ تنمية الموارد البيئية. الصورة الثالثة تنمية اقتصادية، انا دلوقتي بتكلم في مجال الصناعة، فطبعا اول ما اشوف ده يبقى معناه ايه؟ تنمية اقتصادية. 5، تقوم الدولة كل فترة زمنية محددة بعمليات جمع وحصر شامل لمعلومات عن السكان، وهو ما يعرف بالتعدادات السكانية. في ضوء العبارة السابقة، من وجهة نظرك ما أهمية هذه البيانات بالنسبة لمشروعات التنمية، موضحا السبب. معاكم 10 ثواني. والإجابة تتمثل أهمية التعداد السكاني، إن أنا بعرف احتياجات السكان. بصوا بقى، أنا دلوقتي عرفت إن عدد السكان الموجودين عندي حوالي 100 مليون نسمة، وبيزيدوا كل سنة مليون، وبالتالي يبقى السنة الجاية هيبقوا 101 مليون نسمة. طيب معنى كده ايه؟ ان في مليون نسمة جديد، فانا ليهم احتياجات جديدة زي تعليم، صحة، وعمل وغيره. فانا لما هنا بعمل تعداد سكاني بعرف احتياجاتهم في المستقبل هتبقى عاملة ازاي، وضع برامج لتنميتها وفق جدول زمني يتماشى مع معدلات الزيادة السكانية. طيب هما محتاجين تعليم، يبقى ابني مدارس، محتاجين في الصحة اعمل مستشفيات، وهكذا ابدأ اعمل برامج عشان البرامج دي في تعمل تنمية
تمشي مع زيادة عدد السكان. 6. أعد كتابة العبارات التالية ترتيبا صحيحا من وجهة نظر جغرافية التنمية. جغرافية التنمية هنجيب عبارات دلوقتي، العبارات دي هنرتبها من وجهة جغرافية التنمية. إدارة الموارد بشكل صحيح، تحديد الأولويات المطلوب تنميتها داخل الإقليم، تحديد الإقليم المطلوب تنميته، رسم صورة للإقليم من خلال خصائصه الجغرافية، التخطيط لتحقيق المطلوب. معاكم 10 ثواني. والإجابة تعالوا نشوف ليه. أول حاجة هحدد الإقليم المطلوب اللي أنا عايزة أنميه. أول حاجة ده هعملها أعرف المكان اللي أنا هنميه هو فين، أحدده. تاني حاجة هبدأ أرسم صورة بقى لخصائص الإقليم ده. الإقليم ده خصائصه البشرية كذا، خصائصه الطبيعية كذا، أبدأ أعرف إيه هو خصائص الإقليم. تالت حاجة أحدد الأولويات المطلوب تنميتها داخل الإقليم. الإقليم ده محتاج أنميه صناعيا، فأبدأ أشوف الأولويات. طيب صناعي ولا اقتصاد ولا تعليم، أنهي الجزء اللي هم محتاجينه قوي؟ فأقول هم محتاجين التعليم الأول، وبعد كده أنمي الاقتصاد، بعد كده أنمي كذا. أبدأ أحدد الأولويات اللي مطلوب تنميتها داخل الإقليم. رابع حاجة التخطيط لتحقيق المطلوب. أنا حددت المكان، حددت الخصائص بتاعته، وحددت التنمية اللي أنا عايزة أنمي فيها. طب أنا عايزة أحط خطة عشان أبدأ أنفذ. خامس حاجة إدارة المورد بشكل صحيح. إدارة المورد، أول ما أسمع إدارة المورد يبقى أنا هبدأ أنفذ. تمام؟ تمام. 7. فسر التنمية المستدامة أشمل مفاهيم التنمية. معنا 10 ثواني. والإجابة لأنها تهدف إلى الوفاء بحاجة البشر مع الحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية. في التنمية المستدامة فأنا بتكلم إن أنا هستخدم الموارد دلوقتي وحافظ عليها بحيث إن هي تستمر وتبقى موجودة على مدى السنين وعلى في المستقبل كمان، حاضر ومستقبل. ومحاولة الحد من تدهور البيئة. إيه ده؟ يبقى التنمية المستدامة بتهتم كمان بالمجال البيئي، بالتنمية البيئية، صح ولا لا؟ وكمان بتهتم بالبشر، لما ان انا احافظ على حاجاتهم، احتياجاتهم حاليا، وفي نفس الوقت اامن لهم مستقبلهم من ناحية الموارد. يبقى التنمية المستدامة اشمل المفاهيم من ناحية التنمية. تمانية، في رأيك هل يمكن تحقيق التنمية رغم عدم توفر رأس المال؟ مدللا على إجابتك. معاكم 10 ثواني تبدأ من دلوقتي. والإجابة طبعا لا، أنا دلوقتي معيش فلوس وعايزة أنمي الصناعة، عايزة أبني مصانع، هجيلك كده بكل بساطة انت عامل واقول لك ممكن لو سمحت تبني لي المصنع ده ومش هديك فلوس لاني معيش رأس مال؟ لا طبعا ما ينفعش. يصعب تحقيق التنمية بدون رأس المال الذي يعتبر من المتطلبات الاقتصادية الأساسية لتحقيق التنمية. يبقى رأس المال بتساعدني، ده متطلب اقتصادي مهم جدا عشان اقدر احقق التنمية. تسعة، ما العلاقة بين التنمية الاقتصادية والدخل القومي؟ معنا 10 ثواني. والإجابة التنمية الاقتصادية بتهدف إلى زيادة الإنتاج واستخدام الموارد المتاحة واستنباط أساليب إنتاجية جديدة. مش إحنا في التنمية الاقتصادية أنا بزود إنتاجي وبنتج، بعمل مصانع أكتر، بعمل منتجات أكتر، وبستخدم الموارد المتاحة اللي عندي واستنبط أساليب إنتاجية جديدة، زي فكرة إن أنا أعمل نوع جديد من أنواع الرز، إن أنا من أنواع الرز طبعاً. أيوة، فبعمل إيه؟ لما أعمل كده هيزود دخلي القومي، هيديني فلوس.
فبالتالي هي دي العلاقة ما بين التنمية الاقتصادية والدخل القومي. تحتاج التنمية إلى العمل الجاد من حكومات الدول دون الحاجة لجهود أفرادها. حدد مدى صدق العبارة مبررا إجابتك. 10 ثواني يا شباب. والإجابة العبارة غير صادقة. بالعقل، هل ينفع أقول للدولة أنت اشتغلي لوحدك وأنا كأفراد مش هنشتغل معاكي وفي نفس الوقت هيحصل تنمية؟ هي أصلا الدولة إيه والشعب إيه؟ ما هي الدولة هي عبارة عن ناس عايشين في مكان معين ليها رئيس خلاص اتحكمت بقى الدولة وطبعا بالتدرج الوظيفي اللي موجود فيها. فالعبارة غير صادقة، حيث يجب أن تشمل التنمية مشاركة جميع المؤسسات بالدولة الحكومية والخاصة كمان، مش بس الحكومة يدخل والخاص، وبذلك يتحقق مبدأ الشمولية كإحدى مبادئ التنمية. فيحصل إيه؟ تبقى شاملة الحكومة والخاص، المؤسسات الدولة، الدولة نفسها مع الأفراد، يحصل يبقى إيه؟ شامل لكل الجوانب. 5. تقوم الدولة كل فترة زمنية محددة بعمليات جمع وحصر شامل لمعلومات عن السكان، وهو ما يعرف بالتعدادات السكانية. في ضوء العبارة السابقة من وجهة نظرك، ما أهمية هذه البيانات بالنسبة لمشروعات التنمية؟ موضحا السبب. معاكم 10 ثواني. والإجابة تتمثل أهمية التعداد السكاني إن أنا بعرف احتياجات السكان. بصوا بقى، أنا دلوقتي عرفت إن عدد السكان الموجودين عندي حوالي 100 مليون نسمة وبيزيدوا كل سنة 1 مليون، وبالتالي يبقى السنة الجاية هيبقوا 101 مليون نسمة. طيب معنى كده إيه؟ إن في 1 مليون نسمة جديد، فأنا ليهم احتياجات جديدة زي تعليم صحة وعمل وغيره. فأنا لما هنا بعمل تعداد سكاني بعرف احتياجاتهم في المستقبل هتبقى عاملة ازاي. وضع برامج لتنميتها وفق جدول زمني يتماشى مع معدلات الزيادة السكانية. طيب هما محتاجين تعليم يبقى أبني مدارس، محتاجين في الصحة أعمل مستشفيات، وهكذا أبدأ أعمل برامج عشان البرامج دي في تعمل تنمية تمشي مع زيادة عدد السكان. اتناشر، إذا كنت أحد المسؤولين عن تنمية محافظة الوادي الجديد، فما الخطوات التي سوف تتبعها لتحقيق ذلك؟ معكم 10 ثواني. والإجابة عشان حد، أول حاجة أنا دلوقتي فكر إن أنت مسؤول دلوقتي، أنت رئيس جمهورية بيتك، تمام؟ وقاعد دلوقتي والمفروض ان انت تعمل تنميه لمحافظه الوادي الجديد. ايه الخطوات اللي هتمشي عليها؟ اول حاجه هتحدد المكان المطلوب تنميته. المكان ده احدد جوانب بتاعته، بيبدا من هنا وبينتهي في هنا، خلاص حددته. ادرس الخصائص بتاعته، ايه هي الخصائص الطبيعيه والبشريه اللي موجوده جوه المكان ده. احدد ايه التنميه اللي انا عايز اعملها، عايز اعمل تنميه سياسيه اجتماعيه اقتصاديه، نوع التنميه اللي انا هعمله. أبدأ أحط خطة مثلى للتنمية، أعمل خطة بقى التخطيط، وبعد ما أعمل التخطيط أبدأ إدارة الموارد. إدارة الموارد هنا يعني التنفيذ، أبدأ أنفذ الخطة اللي أنا وضعتها. تمام. 13، حدد العلاقة بين التخطيط وإدارة الموارد. معانا 10 ثواني. تمام. والإجابة بصوا كده بكل بساطة، التخطيط شبهوه بإن أنت مثلا عايز تعمل طبخة معينة، فروحت جبت ورقة وقلت أيوة أنا أول حاجة هحط السمنة، تاني حاجة البصل، تالت حاجة هحط اللحمة مثلا، رابع حاجة الصلصة. المهم وضعت الخطوات اللي هتعمل بيها الايه الاكله دي.
هو ده التخطيط، الخطوات اللي انت كتبتها واستخدمت اسلوب علم كويس عشان تستثمر الموارد الطبيعية والبشرية اللي عندك عشان تغير الوضع الراهن. إدارة الموارد بقى ان حضرتك تقوم وتاخد الورقة دي وتمسك الحلة وتحطها على البوتاجاز وتقدر تقطع البصل وتحط السمنة وتبدأ تنفذ. فإدارة الموارد هي العمليات، مجموعة عمليات متتالية بستثمر فيها الموارد الطبيعية والبشرية عشان أوصل للهدف بتاعي. طيب التخطيط وإدارة الموارد مش هو الإجابة هنا، الإجابة إيه؟ الإجابة موجودة في كتاب الامتحان. العلاقة إن التخطيط هو أسلوب علمي بيهدف لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية عشان يحقق الهدف المنشود. طيب دي الإجابة النموذجية من كتاب الامتحان، بس هل أنتم فهمتوا فكرة إن التخطيط هو إن أنا أوضع خطة وإدارة المورد إن أنا أبدأ أنفذه؟ فأنا أقدر أقول كمان إن التخطيط ببدأ استخدام أسلوب علمي عشان أستثمر الموارد الطبيعية، وإدارة الموارد هو تنفيذ. فالعلاقة بقى ما بينهم إن إدارة المورد هو التنفيذ اللي بيحدث لهذا لهذا التخطيط. 14. ماذا يحدث إذا لم تعتمد المشروعات التنموية المختلفة على الدراسات الجغرافية؟ معنا 10 ثواني. والإجابة لم يكن هناك صورة واضحة لمتخذي القرار. ركزوا معايا كده، الجغرافي ده بيدرس الإقليم سواء كان من ناحية من ناحية الطبيعة ومن ناحية الظواهر البشرية الموجودة جواه. فبعدين بعد ما درسه بيقدم الورقة اللي هو كتب فيها المعلومات لمتخذ القرار. فالمعلومات دي بتخلي متخذ القرار يقول ايوه ده ان الكلام ده الارض دي مناسبه ان انا ابني عليها مصنع وهكذا. جه بقى قالوا لا احنا عشان الميزانيه مش هندفع لواحد جغرافي فهنبني المشروع من غير جغرافي. فجه بقى متخذ القرار الراجل المسؤول ده يفكر كده، طب ازاي ابني فين؟ قال لهم بصوا اختاروا الارض دي اي ارض وخلاص. فاختار اي ارض. بعد ما عمل المصنع وعمل كل حاجة ايه اللي حصل؟ حصل زلزال، لانه ما درس ان المنطقة دي منطقة بتحصل فيها زلازل. ايوة، فلما حصل فيها زلزال وقع المصنع ووقع كل التنمية اللي هو كان هيعملها. فبالتالي الدراسات الجغرافية مهمة جدا عشان اقدر احقق التنمية، ومن غيرها لا تتحقق اهداف التنمية المطلوبة. 15. تهتم الدولة بمشروعات الري المختلفة وتساهم بعض مؤسسات المجتمع المدني في توصيل المياه إلى القرى الفقيرة. حدد مبدأ التنمية الذي تعبر عنه العبارة السابقة. معنا 10 ثواني. والإجابة الشمولية. ركزوا كده معايا، مشروعات الري المختلفة وتساهم بعض مؤسسات المجتمعات المدني. بصوا كده، الدولة والمؤسسات المجتمعية الاتنين تعاونوا عشان يعملوا هدف معين وهو يوصلوا المية للقرى الفقيرة. هل ده أناني؟ لا، يبقى مين؟ يبقى الشمولية. احنا قلنا مين الأناني؟ التكامل. لكن الشمولية ان هم يتعاونوا عشان يحققوا هدف. تمام؟ تمام. حيث تساهم جميع المؤسسات بالدولة حكومية وخاصة في تنفيذ خطط التنمية وتوصيل المياه إلى القرى الفقيرة. 16. لتحقيق التنمية في القطاع الصناعي يكفي الاهتمام ببنية المصانع من منشآت وآلات. ما مدى اتفاقك مع هذه العبارة موضحا السبب؟ معنا 10 ثواني يا شباب. والإجابة طبعا لا أتفق مع هذه العبارة. عشان أحقق التنمية في القطاع الصناعي يكفي الاهتمام ببنية المصنع منشآت وآلات. يعني دلوقتي المصنع ملوش دعوة غير إن أنا أنشئ المصنع بس؟ ده إزاي يعني؟ طيب والأشخاص اللي بيشتغلوا في المصنع؟ طب توفير الموارد
طب الدولة مستقرة ولا لأ؟ افرض في حروب فيجي صاروخ يضيع المصنع ده. طب احنا قلنا التعليم كمان. طب راس المال، مش احنا محتاجين فلوس عشان نبني مصنع؟ ترشيد الاستهلاك، ما استخدمش، افرض عندي مصنع واستخدمت الموارد بشكل كبير، فايه الحالة دي اللي هيحصل؟ البيئة هتتلوث والبيئة هتقل منها الموارد، عفوا. فبالتالي ما ينفعش اعتمد على تنمية واعتمد على مجال واحد واسيب كل الجوانب. لا، انا لازم اهتم بالسياسة، بالجانب التنموي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل الجوانب، فيحصل شمولية فتبقى قوية. 17. تقوم التنمية المستدامة على مبدأ أنه لا يجوز للحاضر أن يهدر موارد المستقبل. ما تقييمك لصدق هذه العبارة مبررا إجابتك؟ 10 ثواني. والإجابة؟ العبارة طبعا صادقة، التنمية المستدامة يبقى بحافظ على حاضر ومستقبل، لأن التهدف حيث تهدف التنمية المستدامة إلى الوفاء بحاجة البشر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية. أنا هوفي حاجتهم دلوقتي وحافظ على الموارد دي عشان يبقى فيه في المستقبل موارد، بالإضافة إلى محاولة الحد من التدهور البيئي، كمان أحافظ على أن أنا ما دهورش البيئة. 18. التخطيط وإدارة الموارد وجهان لعملة واحدة، فسر ذلك. معانا 10 ثواني. والإجابة؟ لأنه لا يمكن استثمار وإدارة الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الأهداف المنشودة بدون عملية التخطيط. بكل بساطة، إحنا اتفقنا إن التخطيط هو الخطة اللي هعملها عشان هعمل الطبخة، وإدارة المورد هو اللي هنفذ وقت ما هقوم أطبخ بالفعل. فبالتالي الاتنين كأنهم وجهان لعملة واحدة. أنا مقدرش أستثمر وأدير الموارد الطبيعية والبشرية من غير ما أكون عامل خطة. 19. الرعي الجائر أحد الممارسات الخاطئة في العقود الأخيرة. حدد من وجهة نظرك العلاقة بين العبارة السابقة وجغرافية التنمية. 10 ثواني يا شباب. والإجابة؟ يعتبر الرعي الجائر أحد صور الأزمات البيئية الخطيرة. طبعا الرعي الجائر اللي بيحصل فيه، اللي بيحصل فيه واحد مع غنم هنا وواحد تاني مع يعني ايه معايا غنم، وبعدين لقيت ارض فيها حشائش، رحت خدت الغنم بتوعي وخليتهم ياكلوا من الحشائش دي، وبعد ما اكلوا عملت ايه؟ رحت من غير، خلاص بقى خلصت الجزء ده من الارض وبياخدوا الجذور من الحشائش. يعني الماعز لما بيجي ياكل بيروح واخد الحشائش دي من الارض وياخدها من جذورها، فخلاص انتهت الارض دي، بقت بور، ما بقتش صالحة تاني لان هي يطلع فيها نبات، ويسيب المكان ده ويروح بعد ما خلاها ارض بور يروح لمكان تاني ويخلي برضو الماعز يقعد ياكل في النبات لحد ما يخلصوا من الحشائش، لحد ما يخلصوا ويخليها ارض بور وهكذا. فده يعتبر ايه؟ يعتبر نوع من انواع، كان نوع من انواع التنميه الاقتصاديه اللي مرت علينا في العقود الاخيره واللي ادت لايه؟ ان هو ما حافظش على البيئه. فبداوا يعملوا ايه؟ نموذج تنموي بديل يعمل على تحقيق الاهداف التنمويه وحمايه البيئه. لا، ده احنا لازم نعمل نظام جديد فيه تنميه، بس نعمل هنحقق التنميه الاقتصاديه بس هحافظ على البيئه واستدامتها. هنا كلمة الاستدامة ان انا اخلي المورد عندي يستمر للمستقبل كمان، وهذا ما تتبناه جغرافية التنمية. واخيرا، حدد اوجه الارتباط بين المتطلبات الاقتصادية والمتطلبات البيئية للتنمية. ومعانا 10 ثواني. والإجابة؟ يؤدي تحقيق المتطلبات الاقتصادية مثل توفير الخبرات العلمية والفنية إلى الحد من التدهور البيئي وترشيد الاستهلاك.
بكل بساطة هو بيقول لك أوجه الارتباط بين المتطلب الاقتصادي والبيئي. الاقتصاد والبيئة، الاقتصاد ماله؟ زي توفير الخبرات العلمية والفنية. طيب عشان يحد من التدهور البيئي، لو جبنا مزارع أو مثلا زي فكرة الرعي الجائر، واحد مع غنم ومش متعلم نهائي، فبعدين خليته يمشي عادي بقى في الدولة وبيرعى الغنم وبيؤدي لتلوث البيئة، زي ما قلنا بيؤدي عفوا لتبور الأراضي الزراعية. حصل ده، طيب جبت واحد تاني متعلم وقال لا أنا عندي أرض زراعية هي، هخلي الغنم بتوعي موجودين هنا هزرع وفي نفس الوقت أخليهم يأكلوا من الزرع ده، اللي هو زي مثلا الحشائش من نوع معين زي البرسيم أو غيره. طيب إيه اللي يحصل هنا؟ فأنا لما دربت خبرات علمية وفنية قللت من التدهور البيئي اللي كان هيحصل، ورشدت كمان من الاستهلاك وهو ما يتمثل في المتطلبات البيئية، وهو ده اللي احنا الغرض من المتطلبات البيئية. طيب أنا أحب أقول لكم لو وصلتوا معايا للمرحلة دي إن أنتم يعني تسقفوا نفسكم سقفة كبيرة، بس في الأول أنتم معاكم الورقة وشفتوا كام درجة جبتوها. لو لقيت إن في درجات كتير وقعت منك ابدأ راجع مرة تانية على الدرس، على الشرح الأصلي وكمان على المراجعة، وإن شاء الله بعد انتهاء كل وحدة هنبدأ نعمل أسئلة كمان على الوحدة، وهنتابع لحد ما نحل أسئلة الامتحان اللي موجودة في نهاية كتاب الامتحان. إن شاء الله بالتوفيق، وأنا بتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو حسيت إنك استفدت بالعلم الموجود في الفيديوهات تقدر تضغط لايك، وعشان يوصلك كل جديد وتشارك معنا اضغط سبسكرايب، واضغط شير عشان تشارك مع زمايلك.